من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن يبقى لديها ما تفعله في منبج فور مغادرة المنظمات الإرهابية المنطقة، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوري أنه دخل المدينة. وهددت تركيا بشن هجوم على منبج لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها جماعة إرهابية. ولمح أردوغان اليوم الجمعة إلى أن تركيا ليست متعجلة لتنفيذ العملية. هذه المناطق تابعة لسوريا، نحن ضد تقسيم سوريا، هدفنا الوحيد هو إزالة جميع المنظمات الإرهابية من هناك، وبمجرد مغادرة المنظمات الإرهابية للمنطقة لن يبقى لدينا شيء نفعله هناك.